السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأيضا كبداية هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومرحبا بكم في آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري، والذي في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سأكشف لكم العديد من المفاجآت والوجوه الجديدة لقائمة الناخب الوطني جمال بلماضي. فلهذا أعزائي المشاهدين فضلا وسأمرا أتمنى منك الضغط على زر لايك وأيضا إعطائنا تعليق تحفيزي في صندوق التعليقات من أجل الاجتهاد أكثر ونشر لكم المزيد من الفيديوهات مستقبلا. فكما تعلمون أعزائي المشاهدين، رسميا شرعت الاتحادية الجزائرية هذا الأسبوع في إرسال الدعوات للاعبين المعنيين بالتربص المقبل للخضر المتزامنين في مع تواريخ الفيفا من 5 إلى 13 أكتوبر حسب ما تليه القوانين. وطبعا الناخب الوطني جمال بلماضي بدأ يبعث يعني دعوات للاعبين، هنالك دعوات للاعبين كانوا قد تواجدوا مع المنتخب الوطني الجزائري وهنالك لاعبين جدد حاليا. طبعا اذا مشاهدين اود ان اقول لكم ان هنالك يعني لاعبين كثر ووجوه جديده ستكون في قائمه الناخب الوطني جمال بلماضي الموسعه حاليا. وطبعا قبل ان نبتدئ ونتعرف على هذه الوجوه، اود ان اقول لكم ان الناخب الوطني جمال بلماضي يعني كان يريد عمل مباراتين وديتان مع احد افضل يعني الفرق في العالم، وكان هنالك منتخب الفرنسي مرشح بقوه يعني قبل كورونا، ولكن بسبب ازمه كورونا للاسف يعني تلاشت احلام الناخب الوطني جمال بلماضي من اجل مواجهه منتخب قوي جدا، وذلك لكي يمتحن المنتخب الوطني الجزائري اكثر فاكثر، خاصه نحن المقبلين على تصفيات مؤهله لكاس العالم وهي ليست يعني بتصفيات سهله، وهنالك تحديات كبيره للناخب الوطني جمال بلماضي، فنتمنى له كل التوفيق. ولكن يعني فيروس كورونا حطم جميع امال المنتخب الوطني الجزائري، ولهذا سيبحث اعزائي المشاهدين على نظيره وايضا على منتخب افريقي، وهنالك المنتخب الكاميروني حسب ما تداول في الاونه الاخيره وفي الصحافه وايضا في القنوات التلفزيونيه الجزائريه الدوليه، هنالك المنتخب الكاميروني، في حين حاليا لم يعني يكشفوا عن المنتخب الثاني الذي سنواجهه، ولكن اذا كان هنالك منتخب ثاني سيكون ايضا هو قوي جدا. اما بعد اعزائي المشاهدين، الناخب الوطني جمال بلماضي كان يريد عمل معسكر اولا في فرنسا او النمسا، فكلاهما قال لا للمنتخب الوطني الجزائري، في حين جمال بلماضي او الاتحاديه الجزائريه يعني بصفه عامه يعني ذهبت لتبحث عن بديل لهذا المعسكر، وهنالك بلد لم تقل لا للمنتخب الوطني الجزائري الا وهي هولندا. هولندا لم تقل لا للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن يعني بعد مرور اسبوع تفاجأنا بخبر ان هولندا والسلطات الهولندية منعت دخول لاعبي المنتخب الوطني الجزائري الذين ينشطون في الدوري الفرنسي، اي لاعب ينشط في الدوري الفرنسي للمنتخب الوطني الجزائري لن يكون في هذا التربص القادم في هولندا. يعني هذه السلطات الهولندية ماذا قالت؟ فلهذا يعني البعض منكم سيتساءل، بما ان هنالك مشتركين جدد، انا شرحت لكم في الفيديو السابق، ولكن بما ان هنالك مشتركين جدد وارحب بهم في هذه القناة، طبعا بما انك تتساءل او يراودك هذا التساؤل، لماذا يعني رفضت هذه السلطات عدم اللاعبين الفرنسيين وعدم حضور اللاعبين الفرنسيين في هذا التربص؟ اولا اعزائي المشاهدين، هو ان فيروس كورونا ضرب فرنسا مجددا وهي حاليا في الموجة الثانية، هي وايضا والنمسا والى غير ما ذلك من دول اوروبية، فلهذا السلطات الهولندية فرضت على المنتخب الوطني الجزائري ألا يكون ولا لاعب يعني ينشط في الدوري الفرنسي، متخوفين من انتشار وموجة ثانية في هولندا. ومع كل احتراماتي لهذه القرارات، يعني قرارات لا يجب علينا أن ننتقدها، لأن هذه الوضعية في حياة أو موت، وهنالك أزمات كبيرة سيخلفها هذا الفيروس. طبعا كان هذا شرح لما حدث في الآونة الأخيرة والأسابيع الأخيرة باختصار. أما الآن نذهب إلى الجد. أولا أعزائي المشاهدين، الناخب الوطني جمال بلماضي استدعى أربعة لاعبين، هادو الأربعة لاعبين الأوائل، استدعى أربعة لاعبين من الترجي التونسي. وحيث أعزائي المشاهدين المصدر لهذا الخبر هو الصفحة الرسمية للترجي التونسي، كما تشاهدون هو الدليل أمامكم، الصفحة الرسمية للترجي التونسي عبر حسابها الفيسبوك، حيث صرحوا لنا توجيه الدعوة لبدران وشتي وتوغاني ومزيان للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري. أي وجه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة إلى أربعة لاعبين من الترجي الرياضي التونسي، وهم
وهم عبد القادر بدران عفوا وايضا الياس شتي ومحمد امين توغاني وعبد الرحمن مزيان للمشاركه في التربص المغلق الذي يجريه المنتخب الوطني الجزائري من 5 إلى 14 أكتوبر من الوديتان اللتان يخوضهما المنتخب الوطني الجزائري خلال هذه الفتره. أعزائي المشاهدين، هؤلاء 4 لاعبين استدعاهم الناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك بشكل رسمي، لأن في هذا الفيديو سأكشف لكم عن اللاعبين الذي استدعاهم رسميا، وهنالك بعض اللاعبين أعزائي المشاهدين في نفس السياق يعني محتملين أنه سيستدعيهم في المستقبل القريب. أما أيضا الثنائي الذي استدعاه الناخب الوطني جمال بلماضي وحسب المصدر المؤكد أعزائي المشاهدين ألا وهو يعني القناة التلفزيونية العمومية الجزائرية، صرحت لنا أعزائي المشاهدين أن آدم زرقان ونبيل العمارة ضمن القائمة الموسعة للناخب الوطني جمال بلماضي، ولكي يكون هذا يعني خبر رسمي من قناة وليد هوب، يعني نقلته من هذه الجريدة ومن هذه القناة التلفزيونية التي لديها اتصالات كثيرة مع الاتحادية، وهي تعرف كل ما هي صغيرة وكبيرة يعني في الاتحادية الجزائرية وإلى غير ما ذلك. فلحد الآن هنالك 7 لاعبين رسميين في القائمة المنتخب الوطني الجزائري، يعني مازال الناخب الوطني جمال بلماضي لم يعلن عن القائمة الرسمية، ولكن هؤلاء اللاعبين سيكونون يعني رسميين في المنتخب الوطني الجزائري حسب دعوتهم وحسب هذه المصادر أنا أتكلم. في حين أعزائي المشاهدين أكد نفس المصدر أن زرقان أكمل 20 سنة والعمارة في عمره 27 سنة، وهما يعتبران من كوادر فريقهما، وهنالك إجراءات الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأوروبية، أي بأن آدم زرقان ونبيل العمارة الآن في طور إنجاز يعني الوثائق الرسمية من أجل أن يسافروا إلى هولندا في ذلك المعسكر يعني التدريبي للمنتخب الوطني الجزائري من أجل أن يمتحنهم جمال بلماضي، فإذا رأوهم قد المسؤولية ويقدموا المستويات كبيرة إن شاء الله سيكونوا يعني في القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الجزائري الذي سيواجه بها يعني المنتخبات القادمة، وذلك في إطار رسمي وليس ودي. فأيضا أعزائي المشاهدين هنالك بعض اللاعبين لا أستطيع أن أؤكد لكم، ولكن بنسبة يعني 80 إلى 85% أنهم سيتواجدون مع قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي مستقبلا. الآن كشفت لكم عن 7 لاعبين رسميين مع المنتخب الوطني الجزائري، وسأكشف لكم عن 2 لاعبين ممكن أن جمال بلماضي يستدعيهما، وذلك حسب يعني التقارير المنتشرة. أولا يعني كما قلت لكم أن السلطات الهولندية منعت اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في الدوري الفرنسي ألا يدخلوا أراضيها، فلهذا ألكسندر أوكيجا حارس المرمى للمنتخب الوطني الجزائري لن يكون حاضر، وأعتقد بنسبة 85% أن جمال بلماضي سيستدعي مليك عسلة الذي بات يقدم مستويات كبيرة لكي يكون يعني بديل لألكسندر أوكيجا، والله أعلم، يعني هذه حسب الاحتماليات وأيضا حسب ما صرحت لنا السلطات الهولندية. في نفس السياق سيكون هنالك لاعب جديد، هذا اللاعب أعزائي المشاهدين هو حسين بن عيادة، طبعا هذا الثنائي هو الذي سيكون من المتوقع حاضر في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي للمباريات القادمة. فطبيعة الحال أعزائي المشاهدين سؤال هذه الحلقة، بما أن وصلنا إلى نقطة نهاية سؤال هذه الحلقة هو كالآتي: من هو المنتخب حسب توقعاتكم بطبيعة الحال، من هو المنتخب الثاني الذين تعتقدون وترشحونه أنه أن الناخب الوطني جمال بلماضي والمنتخب الوطني الجزائري سيبارزه في هذه الودية القادمة؟ وأيضا أعزائي المشاهدين السؤال الثاني الذي يتعلق بقائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، أتمنى منكم في صندوق التعليقات أن تقولوا لي ما رأيكم حول هؤلاء اللاعبين. طبعا هؤلاء اللاعبين حسب رأيي الشخصي وكتعبير شخصي مني، هؤلاء اللاعبين يقدمون مستويات كبيرة لفتوا انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي، وطبعا جمال بلماضي لا يأتي يعني حاجة تضر بالمنتخب الوطني الجزائري، كل القرارات للناخب الوطني جمال بلماضي يعني مدروسة 100%، وإن شاء الله سيكون هؤلاء اللاعبين فال خير للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا أعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.